حقيقة ما يعيشه المغرب في الفترة الأخيرة أصبح يعني يلقي بظلاله على السياسات العمومية التي يجب نهجها في إطار ما يسمى بالتكيف مع التغير المناخي، وهذا هو السبيل الأوحد، لأن هناك ضرورة إلى وضع مخططات يعني قريبة متوسطة وبعيدة المدى من أجل التكيف مع التغيرات المناخية التي أصبحت تلقي بظلالها على المناخ المغربي بصفة عامة، خصوصا توالي سنوات الجفاف الذي أصبح قاعدة ولم يعد استثناء، أصبح يضرب يعني المغرب ككل من الشمال إلى الجنوب. المغرب بحكم كذلك موقعه الجغرافي أنه هو يخضع لتأثيرات شبه صحراوية فهو معرض للجفاف، لكن تضاعف هذا الشيء مؤخرا في السنوات الأخيرة مع مشكلة التغير المناخي، لأن المغرب في الواجهة وفي الصفوف الأمامية لهذه الظاهرة المناخية لتطرف المناخ التي أصبحت يعني تثقل كاهل يعني الدولة من خلال مجموعة من المشاريع التي يجب ملائمتها مع هذه الوضعيات الجفاف ديال شح التساقطات ديال الكوارث الطبيعية المرتبطة بالبيئة ديال حرائق الغابات ديال ارتفاع درجات الحرارة. تصور معي أننا نحن الآن في شهر فبراير في أكادير وفي مدن أخرى والمحرار يسجل 34 درجة، إذن هذه أمور غير عادية بتاتا، يجب يعني وضع مخطط وطني للتكيف مع التغير المناخي كما فعلت مجموعة من الدول النامية ومجموعة من الدول الصاعدة، وكاعتبر بأنه هناك يعني أمانة ثقيلة على الحكومة وعلى المجتمع وعلى المقاولات وعلى كل الفاعلين في حق المناخ والبيئة وهذه الأمور كلها لأجل وضع تصورات مستقبلية للتكيف ولمحاولة إيجاد حلول حقيقية لهذه الإشكالية التي أصبح المغرب يواجهها وتثقل كاهل الدولة، فإن لم نتحرك الآن فستكون يعني كلفة كبيرة مستقبلا.